اطول عليكم. تعالوا تعالوا. الا لما تكون لابس اللبس هذا كامل. من فين تتوقعون مصنوع هالزجاج والالمنيوم؟ من الصين؟ اوروبا؟ ولا حتى اي دولة اجنبية، هذه صناعة سعودية بحتة. خلونا نشوف. تأسست شركة من 40 سنة، ومن 40 سنة لا زالت بنفس الموقع، ولكن بتطور مستمر. بدأت بمصانع الألمنيوم، ومن بعدها أصبحت مجموعة مصانع ألمنيوم وزجاج وله بعد خشب ومكاتب. نحن في القطاع الصناعي هدفنا أنه ننتج منتج سعودي 100% من جميع جهاته، ويكون عالي الجودة ومنافس للمنتجات العالمية.